يقول لك راه كاين المطعم وكاين النيه العامه، ولكن كاين واحد الحلقات وصلوا، واحد الصيغه توصل هي الشكايه نتاع داك السيد. لا لولا الشكايه، لولا الشكايه لان حتى الشرطه، الشرطه شنو كتقول له؟ كيعيطوا له بالهاتف اجير عندنا شكايه ديال فلان بخصوص فلان بخصوص فلان بخصوص شهير غتستمعوا ليك وهذا الشيء غادر. لان حتى كاينه مراسله ديال رئاسه النيابه العامه ان جميع جرائم القذف ما خصش يدفع عليها المسطره نتاع الاعتقال. كل صحفيه مهمتها انها تسلط الضوء على الخروقات وتعرف الراي العام الوطني والمحلي ديال تيزنيت واحيانا الدولي يعني بالخروقات والقضاه والتعريف القضيه تاع الصحفي بالطعن وبالمظلوميه ديالو بالاجحاف اللي وقع في حقه يعني بهذا الملف هذا القضائي اللي تم الاعتقال ديالو على الاطار ديالو. السيد بريء من مما نسب اليه، لم يتدخل لا في وظيفه عموميه وما كانش شي وظيفه عموميه اللي تدخل فيها، عنده متابعه جاريه في حاله صراح من اجل عدم الملائمه، نتسناو كانت النيابه العامه ان تطريات وننتظر ان المحكمه القضاء الجريسي يقول الكلمه ديالو وديك الساعه مرحبا ما كاينش مشكل. انا الاخ ديال الصحفي محمد بوطام، اولا وقبل كل شيء كنشكركم على هذا الالتفات على هذا الحضور والدعم والمسانده ديال الاخ ديالي. كما تعرفون كما شرح المحامي ديال الصحفي محمد بوطام، انا محمد بوطام توصل باستدعاء من طرف الضابطه القضائيه ديال تيزنيت المتول قدامهم باش يجاوب على شكايه ديال واحد السيد قدمها ضده، ولكن من بعد ما مشى عند البوليس مباشره حيلوا على النيابه العامه، اللي قررت تابعه بفصل 380 ديال من القانون الجنائي، لانه كتقول النيابه العامه ان الموقع ديالو خاص يكون ملائم للقانون نشر الصحافه الجديد اللي خرج، وهو كان ديجا باش نقولوا دعوه قضائيه ضده في هذا الموضوع هذا، ولكن مازال ما كاينش حكم نهائي ومازال ما توصلش بالقرار ديال الملائمه ولا ديال الاجراءات اللي غايدير باش يلائم الموقع ديالو. ومن بعد وكيل الملك امر بالايداع ديالو في السجن من ذاك النهار تقريبا من 4/5 في 2020 هو في السجن، وتوصلنا مؤخرا برساله من اداره السجن كتخبر انه راه هو حاليا دار اضراب عن الطعام. هادشي اللي كاين حاليا، مازال ما توصلناش على شي خبر جديد، واليوم راه غتم المحاكمه ولا نطق بالحكم في الملف.